حالات واقعية. أنا راح أجي على هذا الجانب إذا سمحت لي، بس مرات واحد من يقف أمام مناسبة صار عنده شريط من الذكريات. ثورة عمرها 32 سنة، لما بدأت احنا كنا شباب، بعدنا في سن شابة مبكر عن شباب اليوم، اي يعني من حيث مقاييس العمر كنا بالنهاية العشرينات اوائل الثلاثينات، كنا هذا الجيل، سيادتك اني رفاقنا الاخرين. وكان عندنا تجربة سابقة في 63، فنعرف انه لما تصير ثورة وعملية تغيير وعندنا مبادئ واهداف لازم نشتغل، يعني نركض مثل ما يقولون العامي ليل نهار من اجل ترسيخ قواعد الثورة. الان لما ننظر الى مسيرة 32 سنة نجد انه احنا لا نزال كأننا في البداية. في البداية مو من حيث انه ما انجزنا ما اردنا انجازه، انجزنا الكثير، ولكن هذه الثورة تميزت بالشباب حقيقة. مرات مو على سبيل المزح فقط وانما على سبيل الجد تقول شباب، صحيح احنا من حيث العمر وعدد سنوات العمر لا يمكن ان نوصف بالشباب، ولكن هذه الثورة بقت شابة. شابة أن مبادئها تتجدد مو بمعنى التغيير وإنما بمعنى التأصل والعمل بها، يعني برنامج بعد برنامج، مهمة بعد مهمة، بحيث فعلا احنا الشغل اللي دا نشتغله بالوقت الحاضر هو من حيث الكم ومن حيث النوع مثل الشغل اللي كنا دا نشتغله بالأشهر سنوات الأولى. هاي ميزة. وأنا أقصد الحركات الثورية اللي استلمت السلطة بعد 10 و15 أو 20 سنة، احنا صارنا 32، استقرت طبعا، لكن الاستقرار انعكس على الفكر وعلى العمل، بمعنى صار نوع من التباطؤ او التبلد، التجمد الى صحة التعبير، اي كلمة اصح، الفكري ونوع من الروتينية، عمل تتناقض من حيث الجوهر مع طبيعة الثورة. احنا يعني كأننا مبادئ جديد او كأننا في السنوات الاولى لعمر الثورة، من حيث الفكر، من حيث العمل، تجدد الأفكار، تجدد المشاريع. بالنسبة للتمييز بين المبادئ والواقع، الحقيقة الواقع هو أمر مفروض على الإنسان وعلى القادة الثوريين، ولكن هذه الثورة بقيادتك خلقت واقع جديد، واقع جديد مهم ومتميز في العراق، في الوطن العربي، وإلى حد كبير على الصعيد الدولي. أخطاء حصلت، إخفاقات حصلت نتيجة لعجز ذاتي عند هذا الشخص أو ذاك، أو نقص في التقدير أو خطأ مقصود، ولكن مو مدحاً بهذه التجربة لأني أنا واحد من المسؤولين فيها. والأهم من ذلك أن القائد والحزب ما يرضخوا للسلبيات، يعني ما يتعاملون مع السلبيات كأمر واقع. أكو حالات تحصل ممكن وصفها بأنها سلبية، فالقائد الثورة أو قائد البلد، الحاكم الأول و معاوني يقولون شو نسوي، هو هذا، هاي الدنيا شكل. لا يعني سيادتك كنت دائما والحزب معك بقيادتك ترفض ما هو سلبي،
صحيح هناك واقع احيانا يشخص الانسان يقول هذا واقع، ولكن اذا كان سلبي ومناقض لمبادئ الحزب والثورة نقول هذا لازم نغيره. لأي درجة نستطيع ضمن الظرف الواقعي، وإذا ما قدرنا اليوم نغيره غدا. هذه صفات ما يعني أنا من قراءتي لتاريخ المعاصر على الأقل ومتابعتنا لحركات الثورية اللي سلمت السلطة، هذه الميزات فريدة. ودعني أقول يعني السبب الرئيسي في إعطاء هذه الميزات الفريدة هو قيادتك وروح الحزب. يعني حزب هو هكذا في جوهره، هو هكذا مثل ما فهمناه وإحنا فتيان وشباب، ولكن اللي جسد هذه الروح وهذه السمات هو قيادتك، فأنت تستحق من عندنا كل محبة وتقدير. فيكم البركة والقوة من الله. نعم يا دكتور. رفيق الرئيس القائد، رفاق جميعا، نهنئكم من الأعماق بذكرى ثورة 17-30 تموز المجيدة، ونهدي التحية إلى كل الرواد الأوائل وعلى رأسهم الرفيق القائد صدام حسين الذين فجروا هذه الثورة المجيدة وجعلوا منها مثالا يحتذى ليس في الوطن العربي وحسب بل في العالم أجمع. هذه الثورة نابعة من فكر حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يدعو للوحدة والحرية والاشتراكية، وهذه الثورة حملت إنجازاتها تحت راية حزب البعث العربي الاشتراكي، وإنجازاتها تتكلم عنها، وليس من المناسب في هذا الظرف أن نعددها فهي تبدأ ولا تنتهي. أريد أن أتكلم بعض الكلمات عن ثورة الحرية والأحرار، الأحرار الذين فجروها، والحرية التي حررت العراق هذا القطر العظيم من أقطار أمتنا العربية من كل حكام الماضي وإلى الأبد بإذن الله. هذه الثورة التي حررت الثروة بمفهومها العام وليس فقط ثروة النفط من كل المؤامرات الاستعمارية التي كانت ولا تزال تحاول أن تقيد اقتصادنا وتقيد ثروتنا من خلال المشاريع المتتالية وآخرها العولمة بمفهومها الواسع والواسع جدا. هذه الثورة التي حررت الإرادة العربية، الإرادة في العراق. وهنا لابد أن نقول أن الحرب في هذا العالم رغم تلاوينها المتعددة العسكرية والاقتصادية هي حرب إرادات، وثورتنا بقيادتكم استطاعت أن تحرر إرادة الشعب العربي في العراق، ولكن أيضا إرادة الأمة كمثال يحتذى. وهذه الثورة حررت الأرض حين حاول الطغاة سواء في أم المعارك وقبلها في قادسية صدام المجيدة، حررتها من أكبر قوى الطغيان في هذا العالم. وهذه الثورة حررت الإنسان العربي في العراق، هذا الإنسان التي دأبتم ليس فقط من خلال المدرسة ولا من خلال الحزب، ولا بتوجيهكم الخاص الشبه اليومي لكل
صغيرة وكبيرة في اتجاه خلق الإنسان الحر تماما. فهذه الثورة لنا منا ألف تحية، وإليكم يا قائدنا الكبير من الأعماق تحايا حزبنا في كل كف وطراب. شكرا. بارك فيك سلمك. بيشيد باستحقاق رفاق العسكر، رفاق السلاح والعقيدة، يقول انه يعني هالعسكر صار لهم ملتزمين ويقاتلون بإيمان من فترة طويلة. رفيق طارق بيقول بدون انقطاع، يعني من الثورة حتى الآن يقاتلون، وهم يعني كل مرة نلتقيهم ونشوفهم وكأنما لم يدخلوا تجربة حرب روحية، مع أنهم يمتلكون كل تجارب التعامل مع الأشرار عندما يستهدفون البلدان بخبرة عميقة وعظيمة. نعم. يعني هذا كلام الرفيق طارق. فردنا نسأل يعني هل في المدينة مالك وممكن أن يتحدث أو يفتي أحد غيره؟ فردنا نقول أنه يعني اللي يتحدث في موضوع الثورة هو الفريق عبد الجبار شنشل من العسكر. تؤمر، أنا راح أتحدث عن الجيش في بعد الثورة أو في الثورة. نعم سيدي، عندما قامت الثورة في 17-30 تموز 1968 أنا كنت أشغل منصب معاون العمليات لرئيس أركان الجيش، وفي وقتها كان الجيش بحجم ما يتجاوز 6 فرق. إذا أخذنا بنظر الاعتبار كان الفرقة السادسة في طور التشكيل. وكان أيضا في مرحلة التشكيل أيضا بالنسبة للمتطلبات الشمال في نية تشكيل بعض الفرق المشاتي. الحقيقة إلى ذاك الوقت يعني ما كان أكو فرد وضوح عن ما هو الحجم لازم يصير على القوات المسلحة، لكن بعد الثورة صار توجيه واضح جدا عن القوات المسلحة كيف يجب أن تكون وكم هو الحجم، وذلك بعد ما صار وضوح في التوجيه إلى وزارة الدفاع بمهام القوات المسلحة، يعني ما هي المهام اللي تطلبها الثورة المباركة من القوات المسلحة. وحسب ما يعني ساعدني ذاكرتي كانت 4 مهام رئيسية. الأولى كان الدفاع عن العراق، والثانية حماية الثورة، والثالثة المحافظة على الوحدة الوطنية، يعني وحدة القطر، المحافظة على وحدة الأرض العراقية، هذا الواجب الثالث. والرابع كان هو المساهمة في الواجبات القومية عندما يستوجب من القوات المسلحة العراقية أن تقوم بواجبها خارج القطر، بواجبات ضمن الواجب القومي في التصدي للتحديات اللي تتوجه إلى البلاد العربية. هذه 4 واجبات. أنا شخصيا لمن شفت هذه الواجبات بهذا الوضوح كان كل السهل علي أن أبدي أشتغل كشخص مسؤول من واجباته هو العمل ضمن هذا الإطار. وبديت أشتغل ضمن دائرة الأركان العامة. بعدين من رحت لمنصب رئيس أركان جيش يعني بعد الثورة فترة قصيرة ما تتجاوز يمكن السنتين أو فشيء من هالقبيل،
كان أمامي أيضا هذه المهمة بحجمها الأوسع. فكان كل واحد من هذه الواجبات تستوجب أن نسوي حسابات خاصة له حتى نعرف إيش قد لازم يكون الحجم، وبعدين طبيعة القطعات شو لازم يكون. وكان بالأسبقية طبعا حسب ما وردت في أسبقية الواجبات هي الدفاع عن العراق. لما أخذنا الدفاع عن العراق رحنا إلى حساب ياهو الاتجاهات الأخطر، ياهو الاتجاه اللي يشكل أخطر اتجاه بالنسبة إلى أمن العراق. وطبيعي القاعدة مثل في مثل هالحالة بتقول أنه أن يكون بالأسبقية الأخطر، فأي اتجاه محتمل أخطر هو اللي ناخذه بدرجة الأولى في الحسابات. بعدين من بنينا الحسابات على هذا الاتجاه الأخطر واللي هو الجبهة ماله حوالي 1180 كيلومتر، طلعنا بحجم معين. من حيث نوع التشكيل معها نوع التشكيلات وطبيعة التسليح مالها. كان عدد يعني عدد من الفرق مثبت، ايش قد فرق مدرعه، ايش قد فرق مشاهد، ايش قد فرق اهليه، نتيجه هالحسابات هذه. طبعا هالحسابات انجرت على اساس كل المحاور والطرق اللي تتبع هاي المحاور. نفس الشيء جرت حسابات ايضا لموضوع الامن الداخلي والحمايه وحمايه الثوره. ايضا طلعنا بحسابات اللي تتطلبها اقل من هذا الحجم، وهكذا. يعني لما رحنا الى الواجب المحافظة على وحدة التربة طلع اقل من هذا الحساب من حيث الحجم. وطبعا بالنسبة الى العمل القومي اللي كان يتحكم بالحجم هو عمل الوقت والمسافة، واخذنا يعني عبر من تجارب سابقة ايضا ضمن النطاق. فصار الحجم الكلي اللي مطلوب من القوات المسارحة العامل الحاكم به هو الدفاع عن العراق، وصار بعدد من الفرق مثل ما شرحت الجنرال. هذه الحسابات ايضا ما اكتفينا بها بالقوات البرية، جرت بالنسبة الى القوات الجوية، وصار بها نقاشات كثيرة ودراسات في القوة الجوية وفي رئاسة الأركان العام وفي رئاسة أركان الجيش. وطلعنا بحجم، وصار عندنا نتيجة الدراسة حجم القوات البرية وحجم القوة الجوية. وكان الدراسة بالنسبة للقوة البحرية متواضعة لأنه كنا في البداية، والخبرة مالتنا كانت يعني ما مثل ما موجودة عندنا في القوات البرية. فبعد ما تكاملت هذه الدراسة بالنسبة للنظام، نظام وزارة الدفاع السابق مثل ما تعرفون سيدي، كان المفروض أن هذا الموضوع مطلوب، هذا الموضوع يعرض في مجلس دفاع، في مجلس دفاع الأعلى. بعد ما انعرض جنابكم كنتم موجودين، هذا الكلام في سنة 1973 ربما في يعني إذا ما تخوني ذاكرة يمكن بشهر الثالث أو الشهر الثاني في بداية 1973، يعني قبل حركة قبل الأحداث ما تشرين. فلما نطرح الموضوع طبعا كان الرقم سواء كان بالنسبة إلى القوات البرية أو القوات الجوية رقم أوسع من يعني الماشي على الفكر في ذاك الوقت، بس هو نتيجة حسابات صحيحة ودقيقة محسوب على أساس أن العراق
أن هاي القوة تدافع عن العراق بدون الحاجة إلى أي عون خارجي. فصار يعني بعض الأفكار عند قسم الحاضرين هم يعني أعضاء من الحاضرين في مجلس الدفاع قالوا هاي القوة شوية كبيرة كبيرة، وصار عليها نقاش. فاللي أتذكر بالضبط أن جناب أخذت الموضوع على عقلي فسألتني، أنا كنت موجود، أنا اللي قدمت الدراسة، قلت لي إذا سأتذكر الكلام بالضبط، قلت لي فلان أريد أسألك سؤال واحد، أنت تريد من عندنا أن نوافق على كل هذه المقترحات مرة واحدة لو تريدها في مراحل؟ يعني الحقيقة أنا في هذا الموقف شعرت براحة وعرفت أنه المشروع راح يتحقق. ثق سيدي، أنا ها نفس الشعور اللي كنت أشعره ذاك السادة أشعره، فشعرت أنه آني يعني مشروع الدراسة اللي قدمت به لمجلس الدفاع الأعلى راح ينجح وعندي قناعة به. لكنه يعني فعلا هو شوية الحجم غير مألوف بالنسبة للناس اللي عاشوا القوات المسلحة. فجنابكم قلت لي أنت تريد رأسا نوافق عليه هذا المقترح مالك، لو تريده في مراحل رأسا قبل ما أتحدث، قلت لك لا سيدي أنا هذا الموضوع المشروع هو في مراحل ثلاثة، كل مرحلة 5 سنين، فعمر المشروع 15 سنة. رأسا جنابك قلت لي الناس كلها قاعدين ينتظرون الحسب، فقلت لي احنا موافقين على المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من يصير وقتها جيبها نوافق عليها وكذلك المرحلة الثالثة. وفعلا يعني من بعدها انا كانت مراجعاتي بالنسبة الى بناء القوات المسلحة هو مع جنابكم بصورة مستمرة طالما كنت انا مسؤول عن يعني ترويج هذا المشروع. مراجعاتي من جنابكم سواء في التسليح او في الادارة او في يعني اي شيء يخص بناء القوات المسلحة وتطويرها، ويعني احداث كثيرة جنابك تذكرها. وفعلا مشينا، وذكر في ذاك الوقت كنا عندنا بعض التشكيلات يعني جاهزة، فما مضى يمكن شهرين يعني بشهر الخامس حسب ما اتذكر شكلنا الفرقة العاشرة، وراء قمنا نمشي في التشكيلات يعني الى صارت الحرب. احنا كان عندنا يعني حوالي 80% من هذاك الحجم، ونفس المسيرة كانت القوة الجوية ماشية. طبعا معها هذه القوات اللي كانت تتشكل كان اكو زخم كلش كبير على تدريبها واعدادها، الى ان صارت يعني قوة لها وقدرتها ولها قابلياتها في العطاء بالنسبة الى المهام المصممة لها. ولهذا مثل ما تعرفون سيدي في عندما صارت الظروف استوجبت ان تقوم القوات المسلحة بواجباتها، الحمد لله قامت بواجباتها بشكل جيد. وانا يعني اقول هسه وللتاريخ انه الفضل في كل هذا اللي صار من بالنسبة الى بناء القوات المسلحة والى سيادتكم. يعني انا كان كل ما يصير عندي معضلة في اي ناحية من النواحي، من ناحية المالية، من ناحية التجهيز، يعني اكو حوادث كثيرة اقدر ارويها، كنت اجي رأسا الملاذ مالتي هو جنابك. الى ان تمكنت الحمد لله ان اقوم بالواجب بصورة صحيحة. شكرا سيدي، نعطيك العافية والصحة وعمر طويل مع العز يا أبو مثنى.
هو العسكر المقاتل موجود في كل مكان وفي كل ظرف بشكل عام، يعني في الأمم، بس العسكر الأمين مو دائما موجود ولا بكل مكان ولا بكل ظرف ولا عند كل أمة. فإحنا نفخر بأنه عندنا عسكر أمين، يعني صاحب قضية وموقف وخلق في خدمة الشعب. بارك الله بالجميع، رفاقي الأمناء في القيادات وفي الكادر المتقدم، القوات المسلحة في الحزب في الجيش، وبارك الله بالأمين الأكبر العظيم شعبنا العراقي المجيد. بارك الله بكم، كل عام وأنتم بخير وروسكم مرفوعة بالإيمان والعز والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.